من ولاية بجاية شرقية الجزائر تنضم إلينا مراسلتنا ناهد زرواتي لتضعينا ناهد في صورة الأوضاع حاليا مع استمرار مساعي إخماد هذه الحرائق. إيمان، نعم، كما تفضلت نتواجد بولاية بجاية، هي من أكثر الولايات تضررا لأنها سجلت حسب آخر بيان للدفاع المدني هنا على مستوى هذه الولاية، سجلت للأسف وفاة 23 شخص وجرح ما يقارب 200 من هذه الولاية تحديدا. إيمان، تم تحويل أكثر من 5 حالات بجروح متفاوتة الخطورة، أكيد هي حروق جراء هذه الحرائق، إلى مستشفيات العاصمة بسبب هذه الحروق. إذا إيمان، كما تشاهدين من خلفي، يعني لازالت الجهود متواصلة واصلة لإطفاء هذه الحرائق هنا على مستوى هذه الولاية. كما قال وأعلن بيان وزارة الداخلية أنه لحد الآن يعني تم إخماد العديد، يعني ما يقارب نسبة 80%، كانت أمس فقط النسبة مسجلة إلى ما يقارب الأكثر من 100 أو ما يقارب 100 بؤرة حرائق كانت مسجلة أمس على مستوى 16 منطقة جزائرية، لكن اليوم يعني هنالك 13 بؤرة حرائق على مستوى 7 ولايات كما ذكره بيان وزارة الداخلية. جهود لا تزال متواصلة في الموقع الذي نحن فيه، كنا نشاهد الطائرات العسكرية والطائرات الدفاع المدني تحوم فوق هذه الغابات اللي في محاولة لإخمادها. طبعا سرعة الرياح قد لا تساعد في الموضوع، يعني بين الفينة والأخرى وفرق التوقيت يعني تتغير سرعة الرياح وتزداد درجات الحرارة، فهذا الأمر ربما لم يساعد عمليات الإطفاء والإخماد الكلي لهذه الحرائق. يعني لازلنا إلى الآن ننتظر البيان الرسمي لعمليات هذه أو ربما الإعلان الرسمي الإخماد الكلي لهذه الحرائق. وكما كان بيان وزارة الداخلية تحدث عن إحصاء للمتضررين على مستوى الولايات التي تم فيها هذا الإخماد الكلي والتعويضات من قبل رئيس الجمهورية. إيمان، هو ليس السيناريو الأول للحرائق هنا في الجزائر، سبقته سيناريوهات متتالية العامين الماضيين وتم فيه للأسف تسجيل العديد من الضحايا، كان أكثر من 100 ضحية عام 2021 والعام الماضي أكثر من 40 ضحية، وهذه السنة مبدئيا يعني 34 ضحية، وربما الحصيلة ليست مستقرة لحد الساعة. عليك إيمان. نعم، شكرا جزيلا لك ناهد زرواتي مراسلتنا من ولاية بجاية شرق الجزائر.